أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ من مدينة ثون، طبعا مدينة جميلة ومتوسطة الحجم. نبدأ أول شيء في المدينة القديمة خلف هذا المبنى. هذه ساحة المدينة القديمة في مدينة ثون السويسرية، ولاحظوا الجمال في كل سنتيمتر في هالمكان هذا. يا رب، الملكة تكشف عن بعض من جمالها. مدينة القديمة، مدينة ثون سويسرا. خطوة ثانية، نواصل تصوير بلدة ومدينة ثون. نواصل تصويرنا لمدينة ثون السويسرية. هذا مركز المدينة، واحد من الشوارع. دائما حاولوا ما تصورون الناس، يوم تشوف حد قدامك لف يمين او يسار. ثون طبعا تعتبر خيار للسكن اذا ما لقيتوا سكن في انترلاكن، فمدينة كبيرة نوعا ما وفيها الكثير من المطاعم والكوفيات، وهي أهدى بكثير من انترلاكن. اليوم الثلاثاء تاريخ 16/8/2021، درجة الحرارة 16 حاليا، الساعة 10:30 تقريبا صباحا. التقاطة أخيرة ونواصل. اسمحوا لي، الشمس على يميني. هذا المكان مهم جدا في مدينة ثون لالتقاط الصور. هذا الحاجز من الخلف، تشوف انتشار المقاهي على اليمين وعلى اليسار. ثانية، فنادق كثيرة، خيارات أكثر. نواصل تصويرنا. ما زلنا في مدينة ثون السويسرية الجميلة. هذا طبعا يذكرنا بجسر مدينة لوزيرن السويسرية،
بس هذاك الجسر أطول. ندخل داخل الجسر، هذا الجسر من الداخل. هذا من الناحية الثانية. نواصل تصويرنا في مدينة ثون الجميلة. نواصل تصويرنا لمدينة ثون وعلى النهر. مثل ما تشوفون الكثير من المطاعم والكوفيات. نواصل هذا التصوير في الشوارع الداخلية لمدينة ثون. نواصل التقاطاتنا. هذه من القلعة حاليا، والأجواء تغني يا ليل، أجواء جميلة. طبعا دائما القلاع تبنى للحماية والدفاع عن المدن. أوروبا شهدت الكثير من المعارك ومن القتل ومن الاحتلالات. وندخل قلعة ثون. هذه هي، شوفوا كيف جميلة تطلع، حتى في الفلتر جميلة. هذا الكوفي اللي فيها، هذا كان البير. طبعا مثل ما قلنا لكم تبنى القلاع للدفاع عن المدينة، للحماية من أيام كورونا لين اليوم مسكرة، يمنع الدخول لها. من أيام كورونا لين اليوم. هذا المتحف كذلك أيضا مسكر. هذا الطرف الثاني من القلعة، وهذه الإطلالة. للأسف أن القلعة ممنوع الدخول لها من أيام كورونا لين اليوم. هذه مدينة ثون السويسرية. ندخل بالساحة، الساحة فقط، في كوفي شوب في الساحة، لكن ما في مجال، حتى المتحف مسكر. هذا الكوفي العجيب. هذه القلعة للأسف إنها يمنع الدخول لها، وست سنوات يمكن أو سبع سنوات دخلناها، حتى نسيت تفاصيلها من داخل. وهذا البير اللي كانوا يعتمدون عليه. هذا كوفي شوب هني في الساحة. هذا القلعة من الخارج. فيها أوتيل طبعا اللي يبغى يحب يسكن. متع نظرك بهالمناظر الحلوة. ما زلنا في الطريق من انترلاكن الى قشتات بالطريق الريفي.
ريتلينك سويسرا. هذه بحيرة التجميع اللي في نهاية نهر فيرزازكا، بحيرة كبيرة جدا ويجمعون فيها طبعا، ولازم تسوي سد وتركب توربينات، والمياه تشغل التوربينات تنتج الطاقة. هذه محطة الكهرباء الرئيسية اللي تنتج فيها الطاقة، الطاقة النظيفة طبعا. اللي يبغى يقفز بنجي في منصة للبنجي هنا، وادي سحيق جدا، وهني طبعا أسكونا ولوكارنو. هذه بحيرة ميجوري اللي تشترك بين سويسرا بجزء بسيط وإيطاليا بجزء أكبر. نحن بننزل إلى لوكارنو، مدينة السينما السويسرية. واصل، هذا واحد من الجداول اللي مر في المدينة قريب من محطة القطار، تقدر تجلس وتحط ريولك في الماء تبرد عريولك. هذا المطعم تشوفوه شكل مطعم عجيب، طاولاته كل واحد معزول عن الثاني. فندق كمبنسكي اللي يبغى يدلع نفسه، وهذه الساحة اللي قدام محطة القطار. محطة القطار اليوم الأحد تاريخ 23 أعتقد 8/2010 2021 شو 2010 سفرة الكورونا. هذه في أهل القمة، ترى في ضباب من الضباب قيد. هذا نوع من الغربان، لكن أفضل عن الغربان اللي تعرفونه. شوفوا الناس اللي يسوون هايكينج تحت. هذه هني منطقة الألعاب، هذا نزول السوبرمان الزبلاين، اليوم لين الحين مسكر ما فتحوه. وهني منطقة الهايك اللي يبغى يمشي في الثلج، هني كانت زحليقات قبل وألعاب الناس تزحلق. هني كافي صغير اللي يبغى كوفي، كل مكان كوفيات، وهذا كل مكان. أنا سألتهم عن هذا قالوا لي نحين مسكر هذا السبلاين. من الأشياء اللي يميز مدينة لوكارنو هذا الاحتفال السنوي اللي يستمر 11 يوم، نفس الاحتفال اللي يستوي في مدينة كان الفرنسية، مهرجان توزيع جوائز السينما العالمية. يحضرون جميع الكثير من الممثلين والمخرجين يعني ما يهم السينما في البلدة المجاورة. هناك اللي يصير مهرجان كبير له مهرجان الجاز، موسيقى الجاز. أسكونا، هذه لوكارنو، هذا اللي يصير فيها. هذه الشاشة الكبيرة، وهذا البرومود اللي
حتى ما يتقدم فيها هذه المدينة القديمة، أهم ساحة في المدينة القديمة، دائما يعملون احتفالهم في هالمكان. ما زلنا في ساحة غراندي، مدينة لوكارنو السويسرية. نواصل مشينا في المدينة القديمة. يلا وراي، خلكم وراي واحد واحد. تلاحظون المطاعم المنتشرة كل مكان في كل الساحات. هذا يعطي جمال على جمال. نواصل. نواصل تصويرنا في المدينة القديمة. إخواني لابد من يزور لوغانو أنه يزور أسكونا ولوكارنو، لازم، لأنهم قريبين من بعض وكلهم كل وحدة أجمل عن الثانية. كذلك يضيف معاهم وادي فرزاسكا وما يحوي هذا الوادي من الأشياء اللي شفتوها اليوم من تغطيات. بمعنى أن الواحد إذا زار لوغانو فيحرص أن يزور لوكارنو وأسكونا ووادي فرساكا، وادي نهر فرزاكا، أماكن يعني جميلة وتستحق الزيارة وبقوة، خصوصا إذا فيها احتفال مثل الاحتفال. أنا أتمنى أي حين في الفترة المسائية عشان أشوف الربش كيف. نواصل تصويرنا. ما زلنا في لوكارنو والشعار كله، وهذا المحل طبعا هذا هو الشعار، شعار السنة هاي الفهد هذا، وهذا المحل شامل كل شيء للذكرى، اللي يبغى يشتري شيء للذكرى حريم ورجيل، كل شيء تشوفه بنفس الشعار نفس الألوان ونفس منصة هني ومنصة هني ومنصة هناك. إن لقيت سكن في المدينة الليل بسكن هني عشان هذا المهرجان بس. شوف السياكل، حتى السياكل أشكال وأنواع كلها بنفس الألوان مال السنة هاي، اللي يبغى يشتري سيكل حتى السياكل ما سلموا. هاي طبعا منطقة السفن على البحيرة، وتوصلكم إلى المدن الإيطالية والسويسرية. بالبحيرة كبيرة جدا. بنجرب القطار السريع. هذا الممشى في أدل بدون، هذا هو ممشى السعادة والراحة النفسية. اليوم الحين نازل بعد. هذه القرية الحالمة أدل بدون. حياكم الله وبياكم في قرية أدل بدون السويسرية. هذه القرية طبعا تعتبر مهمة جدا في الشتاء.
من الفنادق الفخمة اللي فيها فندق فيكتوريا، فيها شلال جميل جدا صور معها اليوم. اليوم الغيم نازل، الصورة بتطلع مش واضحة. Ensuite, c'est pas un petit peu, des chiffres.